29 من يناير من عام 2003 توفي السيد فيصل بن علي بن فيصل آل سعيد، المولود في مسقط سنة 1927. درس في المدرسة السلطانية ودرس بها، ثم عين سكرتيرا في وزارة الخارجية عام 1954. غادر عمان في خمسينيات القرن العشرين، وكان من المعارضين لسياسة السلطان سعيد بن تيمور، وعاد إلى عمان مع بداية حكم جلالة السلطان قابوس بن سعيد، وعين مديرا للمعارف ثم وزيرا للاقتصاد. وفي عام 1972 عين أول سفير للولايات المتحدة الأمريكية ومندوبا دائما للسلطنة لدى الأمم المتحدة، ثم وزيرا للتربية والتعليم، فوزيرا للتراث القومي والثقافة، فمستشارا لجلالة السلطان لشؤون التراث حتى وفاته. التاسع والعشرون من يناير من عام 2003 وقعت الشركة العمانية للاتصالات عمان تل مع شركة مايكروسوفت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية الاستراتيجية وتحديد أطر التعاون المستقبلي بين الجانبين. التاسع والعشرون من يناير من عام 2008 تم انتخاب السلطنة نائبا لرئيس اللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضية، ورئيسا لمجموعة العمل الدولية للألعاب والرياضات التقليدية